للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، رؤيتك لهذه القمة ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان. يعني الحقيقة القمة تأتي في توقيت مهم للغاية، سواء بالنسبة للعلاقات الثنائية وتنشيط هذه العلاقات في كافة المجالات اللي أشرتم إليها في التقرير، أيضا بالنسبة للتطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من أزمات، سواء الأزمة السورية، الأزمة الليبية، القضية الفلسطينية، الأزمة السودانية، الموقف المتوتر في لبنان، أيضا بالنسبة لتداعيات الحرب الأوكرانية على الجميع، على الاقتصاد العالمي، سواء أزمة الطاقة أو أزمة الغذاء ومسألة التغيرات المناخية. لأن ثبت عمليا بالنسبة لعدد من الدول التي كانت ترى أن هذا الموضوع يؤجل، إلا أن فعلا ما يشهده العالم من حرائق وفيضانات، يعني ما بين فيضانات في الصين وحرائق في اليابان في اليونان، فده بيؤكد أن لابد من إعطاء أهمية كبرى للتغيرات المناخية. أيضا شرق المتوسط له شقين، شق التعاون بين مصر وقبرص واليونان، والشق الآخر هو الموقف من المطالب التركية. ولذلك يعني من المأمول بعد ما تحسنت العلاقات بين مصر وتركيا أن يكون في مسار نحو التهدئة، ونحو أن يكون هناك كل المطالب يتم تناولها من خلال الحوار البناء بدلا من الاحتقان والمواجهات. فمصر بتتعاون مع قبرص واليونان في تسييد الغاز وإعادة تصديره، ده موضوع مهم جدا. أيضا كيفية تنمية هذا المجال وتوسع في تصديره إلى أوروبا ودول أخرى في ظل أزمة الطاقة اللي بتواجهها نتيجة فرض العقوبات على روسيا. أيضا بالنسبة للقضية الفلسطينية، اليونان دائما من الدول المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 67، ومن ثم فهي من ضمن الدول الغير راضية عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليمنية الحالية. الهجرة غير الشرعية دي فعلا بتعرق كل من قبرص واليونان وإيطاليا باعتبارها يا إما مقر أو معبر لهذه الهجرات إلى أوروبا، ومن ثم تحتاج إلى التعاون في إطار أولا التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، ثانيا التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. نعم، إذن هي أفاق كثيرة من مجالات التعاون، سواء فيما يخص القضايا الإقليمية، قضايا المنطقة العربية، أو فيما يخص المجالات الثنائية كافة. برأيك كيف تنمى هذه المجالات وكيف تفعل على أرض الواقع بجداول زمنية محددة لتعاون ثنائي ما بين مصر واليونان؟ في الحقيقة هو كلا البلدين في حاجة إلى تنمية التبادل التجاري. ايضا بالنسبه للعماله، يعني ربما لا يعلم الكثيرون ان في يعني جاليه من البحاره المصريين يعملون في اليونان، باعتبار ان اليونان من اكبر الدول التي تؤجل على ما لترفع سفن اخرى، فمن ثم لديها مجال كبير جدا للعمل البحري، وهناك جاليه، وايضا لدينا في مصر جاليه، فده الجاليات، وكان في اجتماعات اللي هي بتسمى لقاء الجذور اللي تم اثناء وزيره الهجره السابقه، ونعمل ان يتم الحالي. ايضا بالنسبه لتفعيل او لتنشيط الاجتماعات الثلاثيه بين قبرص ومصر واليونان، واذا اراد اطراف اخرى ان تنضم اليها كما نعلن دائما. ايضا منتدى الغاز بالشرق المتوسط، ده مجال للتعاون المشترك وتنميه صناعات الغاز المختلفه، سواء تسييله أو تصنيع بعض الأسمدة من الغاز. نعم، الأبعاد الاقتصادية المختلفة بالطبع وجه آخر للأبعاد السياسية والتعاون المشترك ما بين الدولتين الصديقتين، سواء اليونان أو مصر. لكن يعني أزمات فرضت نفسها على الساحة من النواحي الاقتصادية، كورونا في البداية، الأزمة الروسية الأوكرانية هي الأخرى، وما فعلته في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار. برأيك هل من الممكن أن يكون هناك فرص متاحة للتعاون الاقتصادي والتجاري المتبادل ما بين مصر واليونان ويصب في مصلحة الشعبين؟ بالتأكيد، لأن في لدينا يعني الجالية التركية، ممكن الجالية اليونانية تعتبر جسر
ممتد ما بين مصر واليونان، سواء اللي ما زالوا مقيمين منها في مصر أو اللي اتجهوا إلى اليونان من منذ السبعينات والستينات القرن الماضي. أيضا لدينا مصريون يعملون في اليونان، فهنا في التبادل التجاري ليس غريبا عن البلدين، وهناك كثير من السلع التي يستهلكها في مصر هي نفس السلع عندما تذهبي إلى أثينا، كانك في اسكندرية بنفس الأكل ونفس المأكولات ونفس المشروبات. فبالتالي هنا في مجال لتوسعة التبادل التجاري بين البلدين، أيضا الاستثمار، دخول في مشروعات استثمارية مشتركة، لأن حاليا يعني ما فيش بوادر تنبئ بإنهاء الحرب الأوكرانية خلال هذا العام، لأنها مرتبطة بالدعاية الانتخابية الأمريكية. فده هيدعو الدول بالذات دول المتوسط إلى إعمال التعاون فيما بينها، ومزيد من التعاون، وأولا لحل الأزمات، لأن الاستقرار هو أساس للتنمية، ثانيا الدخول في مشروعات استثمارية للتنمية. النقل البحري برضو اليونان لها باع طويل في النقل البحري، ونذكر عندما أمنت قناة السويس 1956 البحارة اليونانيين رفضوا أن ينسحبوا، يعني كل البحارة الأوروبيين انسحبوا ما عدا اليونانيين، ظلوا يعملون مع المصريين لإدارة قناة السويس حتى لا تتعثر بالحرب. فهنا في تعاون قديم في المجال البحري والتجاري أيضا. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة لقمة مصرية يونانية. سعادة السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق.